صار إعصار قوي مصحوب بموجة مد كبيرة في هونغ كونغ يؤدي إلى مقتل 10,000 نسمة عام 1931 في نفس النهار اليابان تحتل إقليم منشوريا الصيني 18 سبتمبر 1952 رئيس الجمهورية اللبنانية بشارة الخوري يستقيل من الرئاسة تحت ضغط الشارع وقبل استقالته قام بتشكيل حكومة عسكرية برئاسة قائد الجيش اللوائي فؤاد شهاب مكونة من ثلاثة أعضاء فقط وذلك لتسيير أمور البلاد لحين انتخاب رئيس جديد 18 سبتمبر 1966 بدأ تداول عملة ريال قطر ودبي في كل ملء 18 سبتمبر 2014 سكان اسكتلندا يرفضون الانفصال عن انجلترا في استفتاء عام عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات بين الحوثيين والجيش اليمني شمال العاصمة اليمنية صنعاء خلال موجة احتجاجات عارمة نفس النهار من عام 2015 مجلس المستشارين الياباني يقر قانون يسمح باستخدام القوات المسلحه خارج اليابان لاول مره منذ الحرب العالميه الثانيه ونختم ب 18 سبتمبر 2017 وقوع اشتباكات في مدينه كركوك بالعراق بعد اقرار المجلس الاقليمي ادراج المدينه ضمن استفتاء انفصال كردستان كانت هذيك كيما اليوم لنهار 18 سبتمبر كيما اليوم